ناس كتيرة جدا بتعاني من شكل تقوس الساقين سواء في الأطفال أو في الكبار، عشان كده لازم تتابع معايا لآخر الفيديو. هقولك على تمرين مهمة جدا هتساعدك في حل المشكلة دي. أول تمرين كل اللي هتعمله إنك هتبقى نايم على جنبك وهترفع رجلك زي ما أنا عامل بالظبط، وهتثبت في الوضع ده من 3 ل 5 ثواني. التمرين ده هنعمله 30 مرة 3 مرات في اليوم. تاني تمرين كل اللي هتعمله انك هتبقى نايم على جنبك وحاطط رجل فوق رجل، والرجل اللي تحت هتطلع لفوق وهتثبت في الوضع ده من 3 ل 5 ثواني. التمرين ده برضه هنعمله 30 مرة 3 مرات في اليوم. اما التمارين اللي بعد كده هتبقى قاعد على الارض او قاعد على الكرسي وحاطط على وش رجلك السيراباند او الاستك، بعد كده هترفع وش رجلك عكس المقاومه اللي بتديها لك السيراباند ونثبت في الوضع اللي فوق ده من 3 ل 5 ثواني. التمرين ده هنعمله 30 مره 3 مرات في اليوم. اما التمرين اللي بعد كده هتبقى قاعد على كرسي وحاطط السيرا باند تحت عند رجلك، وهتحرك رجلك لبره زي ما انا عامل بالظبط، وهنثبت في الوضع ده من 3 ل 5 ثواني. التمرين ده هنعمله 30 مره 3 مرات في اليوم. وفي اخر الفيديو لو في اي حد ليه اي استفسار ممكن يسيبهولي تحت في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.